النهارده نزلنا ان شاء الله سوق السيدة عائشة بنصور مع دكتور مصطفى محمود. كنا عملنا الحلقة بتاعت التمليح واتكلمنا عن فوائد الخلطة اللي احنا اتكلمنا عليها من حوالي اسبوعين. في ناس كتير كلمتني على يعني الخلطة النسب بتاعتها قد ايه، والخلطة يعني بالظبط استخدامها ازاي. كل ده هنتكلم عليه النهارده. نقدر نقول ان النهارده الحلقه الثانيه او الجزء الثاني من الخلطه بتاعه التمليح اللي بتحد من التمليح بالنسبه لطيور الزينه بشكل عام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. استاذ محمد ازيك؟ حضرتك وكل مشاهدي القناه بخير يا رب ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك يا استاذ محمد. كان في ناس كتير كلمتني على الخلطه بالظبط قد ايه النسب والانواع بالتفصيل، فمعلش هتعبك النهارده وتقول لي توضح للناس بالتفصيل الخلطه كام نوع بالظبط. تمام يا استاذ محمد. والنسب قد ايه؟ تمام. هي دي الخلطه هي يا استاذ محمد فيها 7 حبوب. تمام. وكان المفروض كنت بجيب عدس، بس العدس اللي كان اخر حاجه جبت يعني كنت بجيبها ما كانش كويس، فجبت مكانه بسله خضراء. فبقى دلوقتي هو في 7 انواع: الفول الصويا، الفول العادي خالص، بسله بيضة، بسله خضراء، ذره صفراء، وذره عويجه، وقمح. تمام. دول نسبه كيلو واحد لواحد لواحد، يعني كيلو من كل حاجه على بعضه. يعني لو حبيت اقلل الكميه بقى ربع ربع، المهم واحد لواحد لواحد متساويه بالظبط. تمام. وطريقه الاستخدام يعني اسلوها قد ايه مثلا؟ طريقه الاستخدام هو الافضل فيها سلق، وخصوصا حاجه زي البادجي، لان البادجي قشره الفول والذره بتبقى جامده شويه، فالاسطوري مش عارف ياكلهم لو اتنقعوا او اتعملوا مستنبت. فافضل حاجه السلق، بنسلقه بنقعه مثلا 4-5 ساعات من بعد العصر مثلا لحد بالليل، عشان هيزيد في الحجم، هيشرب ميه ويزيد في الحجم. بعدين نحطه في حله وفوقه ميه غزيره، ميه كثيفه شويه يعني ميه كتير فوقه. بعدين نولع البوتاجاز عليه ولحد ما الميه تغلي، نحسب نص ساعه وبعدين نطفي عليه. بعدين اقوم جاي مغطي الحله في الميه السخنه بتاعتها زي ما هو كده لحد تاني يوم الصبح. بعدين الصبح اقوم جاي غسله بميه وابدا ان انا اقدمه. اقدر ان انا اعمل كميه كبيره واقسمها وجبات، كل وجبه على حسب عدد العصافير اللي عندي، واحطها في اكياس في الفريزر، وكل يوم اطلع كيس من بالليل يفك لحد تاني يوم الصبح وبعدين اقدمه. بس في نقطه واحده مهمه جدا، ان لازم مع الخلطه دي تتاكل يوميا وجبه واحده على الاقل. النقطه اللي فيها بس ان انا لازم اكل احط معاها خضار، اي نوع خضار موجود، كوسه، بنجر، جزر، شبت وبقدونس، جرجير، خس، خيار، أتا، قشر بطيخ، أي نوع خضار، علشان الوجبة عشان الحبوب دي قليلة في الألياف، فلو العصفور كل منها دي هيعمل إمساك، لازم أعوض الألياف دي بالخضار عشان ما يحصلش إمساك وتبقى الدنيا ماشية تمام وطبيعية معاها خالص. بنسبة 3/4 يعني 3/4 الوجبة تكون حبوب، والربع يكون خضار مبشور. صيف وشتاء ما تقلقش من موضوع إسهالات ولا الكلام ده خالص، عشان الخضار في الشتاء ولا أي حاجة خالص. لكن ليه تأثير في الصيف؟ طبعا تاثير الصيف طبعا الخضار بيبقى مهم جدا في الصيف عشان يعوض جسم الطائر بالميه اللي موجوده. تمام. بس دي النقطه كلها. تمام ماشي يا دكتور. طبعا احنا عملنا الفيديو بتاع خلطه التمليح، يعني الخلطه اللي احنا بنقدمها للطيور وبتحد من التمليح. الحلقه دي عملناها من حوالي اسبوعين، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن وفوق في الاي مكان الدكتور مصطفى ورا كشك امان في سوق السيدة عائشة، وقدام السوق سوق الحديقة من ناحية القلعة. شكرا جدا يا دكتور، شكرا لتعبك، شكرا للاستضافة. السلام عليكم. كنا